للمزيد ينضم إلي عبر سكايب من واشنطن الأستاذة فاطمة غزالي الصحفية السودانية. أستاذة فاطمة صباح الخير، كل عام وأنت بخير. يعني هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها الفريق ركن عبد الفتاح البرهان بكلمة إلى الشعب السوداني منذ بداية هذه الأحداث قبل أسبوع تقريبا. ما أبرز ما تبعتيه واستوقفك في هذه الكلمة؟ شكرا لك، شكرا للقاهرة الإخبارية، كل عام وأنت بألف خير. كل عام نقول للشعب السوداني إن شاء الله ستكونون بخير قريبا. عيد مبارك، رحمة لكل شهداء الوطن والمغفرة لهم، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا آمنا للسودان في حكم السلام قريبا إن شاء الله. هذه الكلمة كلمة روتينية، يعني عادة يعني تقال في كل يعني عيد أو صبيحة كل عيد تقال هذه الكلمة الروتينية. وأراد الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة أن يقول أنا هنا موجود زعيم أو رئيس للدولة السودانية. هذه الكلمة ما استوقفني فيها أنها خالية من الحديث عن أو تطمينات للشعب السوداني في أيام العيد، يعني خالية من الحديث عن حزن، يعني حتى لم يعني تخاطب الوجدان السوداني بالعيد. يعني كنا نتوقع هذه الكلمة يمكن أن يكون لها تأثير إذا تحدثت عن الالتزام بالهدنة لمدة 24 ساعة، 28 ساعة، 72 ساعة، حتى يعني يشعر السودانيون بقليل من الاطمئنان والراحة من ذوي القنابل ومن القاذفات ومن يعني أصوات الرصاص وأزيز الطيران. يعني قلنا كان هذه الكلمة يمكن أن تكون ذات قيمة إذا جاءت فيها هذه التطمينات. وبرأيك يعني لماذا خلت من التطمينات سيدة فاطمة؟ هل لأنه من المبكر الحديث عن الذهاب إلى التهدئة وأن هناك أهدافا للجيش يريد على الأقل أن يضمن أنه سيحققها في هذه المرحلة؟ نعم، لأن هذه خلت من هذه التطمينات لأنها تصبح يعني التزام للرأي العام حينما تقال على الملأ في هذه اللحظات، يعني لحظة عيد وحديث يجعل الشعب السوداني يخرج يعني للشوارع والطرقات، ولكن الإصرار على أن لا يكون هنالك صوت أعلى من صوت المعركة، هذا هو السبب الذي جعل البرهان لا يرسل تطمينات. طب ألا يخشى أيضا أن لأن ميليشيا الدعم السريع تخترق هذه الهدنة، وليس بالضرورة أن الجيش هو من يقوم ببدء هذه الاشتباكات وإنما هو الذي يرد خلال هذه الهدنة، وبالتالي هناك خطر على المدنيين من خشية من حدوث اختراقات ستقوم بها ميليشيا الدعم السريع؟ أولا الشاهد أن ميليشيا الدعم السريع أعلنت التزامها بالهدنة، ولكن مسألة أن يعني خطورة الدعم السريع على الشعب السوداني، بالله عليك هل يعني أخطر الضرب بالصواريخ وبالطيران على المدنيين ولا المعارك الأرضية؟ يعني بالمناسبة أستاذة فاطمة، يعني بالتأكيد أنه إذا أراد الجيش أستاذة فاطمة يعني أكمل وجهة نظري، يعني الفريق أول البرهان قال إنه هذه العملية القوات المسلحة السودانية تحاول قدر الإمكان أن تحصر نطاق هذه العملية، تقوم فيها بتحركات دقيقة ضمانا لسلامة المدنيين، وإذا لأنك تعلمين أنه إذا أراد الجيش أن يحسم هذه المعركة بما يمتلك من أسلحة ثقيلة ستكون الفاتورة الإنسانية باهظة للغاية. الآن الفاتورة الإنسانية باهظة، يعني الضرب بالطيران هو أخطر من المعركة الأرضية المعروفة في منطقة معينة، لكن الضرب بالصواريخ وبالطيران يعني الأسلحة الثقيلة هو الأخطر ومحرم دوليا يا أستاذة. هذا يعني كونك تستخدم الطيران ولا الصواريخ في منطقة مأهولة بالسكان لخطورة هذه، لأن هذه الصواريخ لا تعرف يعني هنالك مدنيين في هذه المنطقة أم لا. واضح جدا إنه المعركة على الأرض حتى الآن دعينا أيضا نتفق، بس أكمل وجهة نظري في هذه الحقيقة هي القائمة، من يخترق ومن الذي بدأ أول ومن الذي أطلق الطلقة الأولى
وهل لهذه يعلم الحرب حتى كلها. الآن من الذي أطلق الرصاصة دعيني لو الأولى؟ سمحتي، دعيني أكمل وجهة نظري ولك الزمن أن تسألي يعني ما تشاءي. يعني الحقيقة دائما غائبة في ظل الاتهامات. يعني تابعت هذه الحرب، الجيش يقول الدعم السريع خرق الهدنة، قوات الدعم السريع تقول الجيش هو الذي من، الحقيقة غائبة في هذه اللحظة، ولكن الطرفين يعني مدانان في هذه الحرب. كل منهم جعل هذا يعني السودانيون يعني السودانيين دروع بشرية في هذه المعركة. هذه الحرب خالية من الأخلاق، خالية من الإنسانية من قبل الطرفين. يعني أنا لا أقف مع طرف لصالح طرف ولا هذا أتحيز لطرف، مفهوم. لكن هذه هي الحقيقة، أن الطرفين يعني يتحملان المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية والمسؤولية الإنسانية من الوضع الإنساني المتردي الآن. يعني إذا لم يمت الشعب السوداني بالرصاص وبالقنابل وبالقذائف التي يعني تلاحقه كل ساعة بعد ساعة، سيموت قريبا طيب، بالجوع بالعطش إذا لم يكون هنالك تكون هنالك مساعدات إنسانية تأتي لهذا الشعب. ومن أين تأتي المساعدات الإنسانية والمطارات يعني مغلقة وحركة الطيران وهنالك يعني وكان مخاوف هذا من هو سؤالي التالي أستاذة فاطمة، مع استمرار العمليات القتالية إذا لم يتم وضع فيها نقطة حتى نبدأ من جديد، أي تبعات على كل المستويات السياسية والإنسانية والإقليمية جراء استمرار القتال الذي دام لأسبوع حتى اليوم؟ على المستوى الإنساني، الوضع الإنساني متردي ومزري إلى درجة أن بدأ السكان العاصمة القومية ينزحون إلى الولايات المجاورة، ولاية الجزيرة، ولاية نهر النيل. هنالك يعني أحياء كثيرة انقطعت منها المياه بسبب ضرب شبكة المياه وانقطاع التيار الكهربائي. هنالك أزمة الغاز بدأت تلوح على الأفق، أوضاع إنسانية متردية ناهيك عما يحدث بشكل خاص في المستشفيات والجرحى وخروج يعني أعداد ليس بالقليل، لا لا، ما يقارب 39 مستشفى من الخدمة. يعني هذا الوضع الإنساني المزري نتيجة لمعركة يعني استمرت أسبوع واحد، فما بالك لو امتدت هذه المعركة لأسابيع. على المستوى السياسي في ظل يعني أصوات القنابل وال يعني الرصاص الدائر، يعني صوت المعركة المسلحة هو الأعلى الآن. ونعم مفهوم لدينا أن الطرفين يسعيا لي يعني كسب مواقف ميدانية قوية في الميدان بالانتصار على كل يمني نفسه بالانتصار على الطرف الآخر. يعني فهذه هي التداعيات لمدة أسبوع على المستوى الإنساني. على المستوى السياسي طبعا، على المستوى الاقتصادي معلوم أن أيضا السودان يعاني من أزمة اقتصادية ويعاني من هشاشة في يعني كثير من الأشياء الأساسية، يعني منها الصحة كما تعلمين. يعني الوضع الصحي أصلا يعني متردي وازداد سوءا بهذه الحرب. يعني إضافة إلى الجسامين البعض ملقى على الطرقات، يعني حتى حرمة الموت لم تراعى. طيب، هل هذه حرب يعني فيها نوع من الإنسانية؟ هذه حرب يعني لا أخلاقية هي لا حرب إنسانية. صفرية حتى أيضا أستاذة فاطمة، يعني الكل نعم فيها حرب خاسر، حتى صفرية، من سيكسب هو في النهاية هو يتحمل كاسب فيها مسؤولية ما خسران، يدور في السودان. كاسب فيها طيب خسران، طيب لأن الخسارة للوطن وشعبه. طيب وأنت في واشنطن، يعني كيف تقيمين موقف الإدارة الأمريكية، وما الذي تتحدث عنه الأوساط الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين بشأن رؤيتهم لهذا أو هذه الأزمة؟ جميعهم يتحدثون عن ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار وحوار البندقية، ولكن هنالك يعني وصل إلى مرحلة التلويح بالحديث عن عقوبات. أيضا المجتمع السوداني الأمريكي في أمريكا يعني يقوم
إرسال رسائل لمخاطبة كل من يخاطب الكونغرس، يعني الممثل في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بضرورة الضغط لإيقاف الحرب ومراعاة الواقع الإنساني. هنالك يعني جهود أيضا من الفاعلين السياسيين السودانيين في أمريكا في التواصل مع صانعي القرار بطريقة أو أخرى عبر مكاتبهم، عبر يعني بعض الذين الأمريكان الذين لديهم يعني علاقات مع السودانيين السودانيون الأمريكيون هنا، ولديهم يعني علاقات ومعرفة بالشأن السوداني منذ سنوات بعيدة. الإدارة الأمريكية طبعا لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، فيها مخاطر على المنطقة الإقليمية التي يعني تبتلع بداخلها حتى الآن قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. أيضا هنالك خشية من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باتساع دائرة المجموعات الإرهابية في ظل الحروب، ونماذج معروف أن النماذج حولنا كثيرة، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في سوريا، هنالك مخاوف حقيقية يعني تجعل الإدارة الأمريكية تكون حريصة بشقيها التنفيذي والتشريعي في أن يعني تصدر عقوبات أو قرارات متعلقة بما في الحرب، وقرارات قد تكون شخصية ضد الرجلين. طيب في هذه النقطة، نعم في هذه النقطة أستاذة فاطمة، البيت الأبيض قال إنه سينظر في مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها ونتوقف عندها لإجبار طرفي الصراع في السودان على وقف العنف. ما شكل هذه الأدوات التي تملكها واشنطن بخلاف طبعا العقوبات الاقتصادية التي تحدث عنها طبقا لتقارير إعلامية أمريكية لما وصفته بالإجبار أو الضغط على الطرفين؟ طبعا لدى الإدارة الأمريكية أوراق وأوراق متسخة للرجلين، يعني في تاريخ الحروب على دارفور، على جبال النوبة والنيل الأزرق، معروف إنه يعني كل من الرجلين سواء كان البرهان أو الحميتي ساهموا في مجازر بشرية في دارفور. يمكن أن تحرك هذه الأوراق المتسخة وتذهب إلى يعني مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، يمكن أن يعني تذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويبقى يعني كل منهما مطلوب. طيب والآن الذي يحدث في الخرطوم نفسه ممكن أن يجعل منهما رجلا الحرب الآن في العاصمة القومية التي يعني فيها عدد ما يقارب 12 مليون سوداني، أيضا نزحوا إليها بحثا عن الأمان من مناطق كانت فيها حروب، بعضهم جاء بحثا عن أوضاع اقتصادية، وبعضهم جاء بحثا عن أوضاع صحية أفضل وأوضاع تعليمية أفضل. يعني كل ولايات السودان، من كل ولايات السودان جاء السودانيين إلى العاصمة القومية باعتبارها أم الحنون، والآن هم يحاولون إيجاد، كل يحاول أن يجد مخرج للعودة إلى جذوره يعني. طيب نقلا عن مسؤولين أمريكيين، واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى جيبوتي تحسب الإجلاء المحتمل لرعايا من السودان، ما الذي نقرأه في هذه الخطوة الأمريكية؟ لو سمحت أعيد السؤال. وكالات الأنباء تناقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى جيبوتي تحسبا للقيام بعمليات إجلاء محتملة للرعايا الأمريكيين الموجودين في السودان، ما الذي نقرأه في هذه الخطوة الأمريكية؟ طبعا هذه الخطوة الأمريكية خطوة يعني كبيرة جدا، ما دام الحديث جاء عن قوات، يعني أن هذه نوع من العصا الثقيلة التي تلوح بها الإدارة الأمريكية في وجه الرجلين يعني لإيقاف هذه الحرب. وأيضا هذا أيضا ناتج من خوف على أن تمتد وتستمر هذه الحرب وتمتد إلى مناطق أخرى في السودان وقد تعبر الحدود. لا أحد يدري ماذا سيحدث في القرن الأفريقي، ما لا أحد يدري ماذا يحدث في قرب أفريقيا،
يعني ماذا يحدث في إثيوبيا، ماذا يحدث في أريتريا، ماذا يحدث في أيضا في مصر، ماذا يحدث في تشاد، أفريقيا الوسطى، مناطق كثيرة في جوار يعني جوار للسودان فيه قنابل موقوتة كما ذكرت. يعني هذا الوضع يعني يجعل أو يفرض على أمريكا، على المجتمع الدولي، يحاول أن تنحصر هذه الحرب في المنطقة التي تدور فيها، وأن تنتهي يعني في فترة وجيزة، أو أن لا تمتد إلى أسابيع وشهور وسنوات، وينفرط العقد، يعني تصبح الفوضى الشاملة هي يعني القاسم المشترك في تلك المنطقة. طيب، دول الجوار أيضا جميعها أعربت عن قلقها من تفاقم الاشتباكات واستمرار الوضع على ما هو عليه، بل ربما يبدو أنه يتطور يوما بعد يوم، ما إمكانية أن يكون هناك أي تدخل دولي أو إقليمي، وكل الأطراف خاصة الإفريقية تؤكد أن هذا شأن سوداني والحل فيه يجب أن يكون إفريقيا سوداني سوداني. أتفق مع كل من يتحدث عن الحل السوداني. نعم، لماذا يقولون أن الحل سوداني؟ لأن الحل السوداني، لأن هذه يعني مرتبطة بإرادة طرفين النزاع. يعني لذلك نعم، إذا يعني اتفقا على وضع البندقية، هذا هو الحل المطلوب من الجميع. نعم، 70% من المجهود الذي ينبغي أن يبذل في إنهاء هذه الحرب من الأطراف السودانية، 30% من الأطراف الإقليمية الدولية والدولية، في أن تساهم كمسهلين أو كوسطاء في محاولة لتقريب وجهات النظر. نعم، ندرك أن أو نعلم أن هنالك دول لديها علاقات يعني متميزة وقوية مع الرجلين، سواء كانت السعودية، الإمارات، أيضا هنالك علاقات بين الرجلين مع مصر، ودول كثيرة لديها علاقات متميزة. الإدارة الأمريكية نفسها هي داخلة في الشأن السوداني منذ يعني انتصار ثورة ديسمبر في 2019 بعمق في الشأن السوداني، وساهمت في يعني في محاولة أن تكون الحكومة المدنية الانتقالية حكومة قادرة على أن تصل السودانيين إلى بر الأمان، ومن ثم الانتخابات. ولذلك سارعت في رفع العقوبات الاقتصادية من السودان، سارعت في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أيضا يعني ساهمت في مع المجتمع الدولي في أن يعني يعفى السودان من العقوبات من الديون التي أثقلت تأهلهم منذ يعني فترة الإنقاذ. هذه كلها شواهد على أن الإدارة الأمريكية يعني موجودة بثقلها في الشأن السوداني. أيضا يعز عليها أن يعني كانت تستبشر بالديمقراطية في المنطقة الأفريقية، ويعني تذهب هذه أدراج الرياح. نعم، يعني بعد انقلاب 25 أكتوبر لم نسمع من الإدارة الأمريكية يعني مباركة لهذا الانقلاب، بل ظلت تتحدث عن الحل السياسي، وتتحدث عن الحكومة المدنية والمرحلة الانتقال. نعم، طب في شأن الحكومة المدنية، أي مسؤولية تقع الآن على القوى المدنية في السودان؟ لأن الخطوة التالية مهمة أيا كانت نتيجة هذا القتال ومتى يحسم. يظل المطلب دائما هو وجود حكومة مدنية. إلى أي مدى ضرورة الحفاظ على تحالف مدني قوي متوازن مع المكون العسكري في السودان هو الضمانة لاستقرار السودان مستقبليا؟ نعم، الدور الذي ينبغي أن تقوم به القوى السياسية الآن بعد خاصة بعد هذه الحرب، هو أن يكون هنالك نوع من التوافق بين القوى السياسية فيما يتعلق بمرحلة الانتقال أو الحكومة المدنية. ينبغي أن يعني في هذه الأيام، نعم، هنالك تصريحات بأن القوى السياسية الآن متحدة فيما يتعلق بضرورة إيقاف الحرب. لم يتخذ يعني القوى السياسية لم تتخذ يعني موقفا يساند طرف ضد الآخر، وهذا يعني محمود
من القوى السياسية وقفت في مسافة متساوية بين الأطراف. ينبغي أن يعني تضع في هذه، نعم الناس الآن مشغولون بمسألة إيقاف الحرب، ولكن ينبغي أن تضع سيناريو يعبر عن وحدتها فيما يتعلق بتأسيس حكومة مدنية انتقالية كاملة الدسم، ليس فيها حديث عن محاصصات لمكون عسكري حتى لا يكون خميرة عكننة كما حدث في الحكومة المدنية الانتقالية التي يعني لعب فيها المكون العسكري أيضا دورا سالبا فيما يتعلق بالمشاكسات التي كانت بين المكون العسكري والمدني، وألهت حتى رئيس الوزراء أمين أن يعني يقوم بالدور المناط به، فظل مشغولا بمسألة الصراع العسكري العسكري، مشغولا بالصراع العسكري المدني. فإبعاد المؤسسة العسكرية وعودة الجيش إلى السكنات هذا يشكل ضامن لأن تكون الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة حكومة متناغمة، حكومة تكون يعني تنشغل بكيفية تأسيس الدولة وبناء الدولة، بناء الجيش، بناء المؤسسات المدنية، تطهير المؤسسات المدنية من فلول النظام البائد والمجموعات التي تنتمي إلى الحركة الإسلامية، بناء مؤسسات أمنية وطنية قومية، يعني كل هذه، بناء مثلا إصلاح القانون والدستور، إيجاد بنية، محاولة السعي لإيجاد بنية تحتية يعني تلائم موارد السودان ومقدراته وإمكانياته البشرية والاقتصادية. طيب، من يقود إلى من أستاذة فاطمة؟ هل الوساطة هي التي ستقود إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، أم أن وقف إطلاق النار هو الذي سيفتح الباب أمام صياغة مبادرة توافقية للشركاء الأفارقة؟ يعني الإيجاد كانت تريد أن ترسل وتوفد ثلاثة من رؤساء الأفارقة لدول كينيا، جنوب إفريقيا وجيبوتي، ولكن حالت الظروف الأمنية دون وصولهم، لأن مطار الخرطوم الدولي المهيئ لاستقبالهم مغلق، وأيضا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تحدث عن أنه ربما منذ 5 أيام مع بداية الأزمة ليس بإمكانه أن يصل إلى العاصمة السودانية. أيهما يقود إلى الآخر أستاذة فاطمة؟ قطعا الوسطاء يعني عادة يقودون إلى مرحلة التفاوض بمخاطبة الطرفين، بمحاولة يعني تهيئة الأجواء، تلطيف الأجواء، بالرغم أن يعني الأجواء الآن معكرة جدا بأعمدة الدخان وب يعني أزيز الطيران وبالصواريخ وبالمدافع، ولكن معروف أن السودان لديه تاريخ فيما يتعلق بالوساطة. نعم الإيجاد أيضا لعبت من قبل لعبت دور في اتفاقية نعم السلام الشامل في 2005، أيضا الوسطاء لعبوا دور في اتفاقية أبوجا 2006، وفي اتفاقية الدوحة أيضا في 2011، وفي اتفاقية جوبا 2019. أيضا معروف أن تاريخ السودان مليء بالجهود الوساطة، والإيجاد أيضا عادة بتلعب أدوار مع الشركاء الدوليين في إيجاد توليفة لتجعل يعني الأطراف المتحاربة تجلس للتفاوض، ولكن الآن يعني هذه الجهود لابد أن مزيد من الجهود، لأن الرجلين كل منهم يسعى في أن يصل إلى مرحلة الانتصار، الانتصار الذي يكون فيه منتصرا خاسرا، نعم. ولكن هذا هو الواقع الآن. ربما هذه الحرب أيضا ترهق الطرفين أو أحد الأطراف فنصل إلى مرحلة مفهوم. التهدئة. معروف أن في علم يعني السلام وفض النزاعات، صحيح، كلما كانت هنالك القوة متوازنة أيضا تكون واضح يمكن أن تكون مدخلا للسلام، وإذا كانت القوة أيضا صفرية وضعيفة أنا ممكن أن تكون أشكرك. مدخلا للسلام، ولكن إذا انتصر طرف على الآخر هنا تأتي مسألة كيفية
يعني إجبار الطرف نعم الآخر شكرا للجلوس والوصول إلى تسوية. شكرا جزيلا لك من واشنطن الأستاذة فاطمة غزالي الصحفية السودانية.